بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الخاص لإعلان نتائج مسابقة السيد علي القرم وابنته رحمهم الله الثالثة لحفظ القرآن الكريم. هذه المسابقة التي تأتي وتمتد للعام الثالث على التوالي لتجوب عدد من البلدان كما اعتدنا في العامين الماضيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. وهل هناك أجمل وأفضل من القرآن الكريم ليتنافس فيه عدد من الحفظة؟ ونسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه وعفوه وقدرته أن يجعل هذه المسابقة في ميزان حسنات السيد علي القرم وابنته الدكتورة رانيا القرم، اللذان كانا يعني سباقين دوما في الأعمال الخيرية، وسباقين في دعم كل شخص يستحق الدعم. فنسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه المسابقة خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتهم. هناك بعض الإضاءات على هذه النسخة، النسخة الثالثة من المسابقة، بالنسبة للمشاركين في المستوى الأول من هذا العام. والمستوى الأول كان في الجزء 25، بلغ عدد المشاركين 68 مشاركا بنسبة قرابة 68% من الإناث و32% من الذكور. أما بالنسبة للمستوى الثاني فكان في الجزئين 18 و19، فبلغ عدد المشاركين 45 مشاركا وبنسبة 80% من الإناث و20% من الذكور. أما بالنسبة للمستوى الثالث، وهو أكبر مستوى وأكثر مستوى شارك به عدد خلال هذا العام، وكان في سور النساء والمائدة والأنعام، فكان عدد المشاركين 97 مشاركا وبنسبة تفوق 63.9% للإناث وقرابة 36% من الذكور. قبل أن أنطلق ونذكر الفائزين والدول المشاركة في هذه النسخة، النسخة الثالثة، في كل عام نكتشف ما شاء الله قدرات، ونكتشف أعداد جديدة وأشخاص جدد يشاركوا في هذه المسابقة من عدد من البلدان. هذه المسابقة التي يشرف عليها عدد من الأئمة والمشايخ الفضلاء وعدد من الأخوات الحافظات لكتاب الله الكريم، لا نجازيهم إلا بالدعاء. فنسأل الله العلي القدير أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم وخالصا لوجهه الكريم من ساعات خلال شهر رمضان المبارك، لنصل في النهاية إلى فائز من كل مستوى. وكذلك لا أنسى الإخوة والأخوات المنظمات والمنظمين لهذه المسابقة الذين يسهلوا عملية تسميع المشاركين من مختلف بلدان العالم. فجزاكم الله خير الجزاء وجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. بالنسبة للدول المشاركة في هذا العام فالحصيلة تزداد، ففي هذا العام قرابة 12 دولة، المشاركين من 12 دولة، منها المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، ومن قارة أفريقيا مصر والجزائر، ومشاركين من دولة غانا ومن باكستان، من قارة آسيا، ومن جمهورية السنغال، ومن بوركينا فاسو. فما شاء الله هذه المسابقة شيئا فشيء، وعام بعد عام يزداد عدد المشاركين فيها وعدد الجنسيات التي تشارك وعدد الدول التي تشارك في هذه المسابقة. أما بالنسبة للفائزون فكما ذكرنا سابقا بأن هناك فائز من كل مستوى ذكورا وإناثا بحصيلة
فائزين من المستوى الأول، فائزين، فائز من الذكور وفائز من الإناث، ومن المستوى الثاني كذلك والمستوى الثالث، ويحصل الفائز في النهاية على مبلغ مالي، وقيمة الجوائز المالية في هذا العام 1200 دينار. أما بالنسبة للفائز في المستوى الأول من الذكور، الأخ بشير موسى صو من جمهورية السنغال، الفائز من المستوى الأول بشير موسى صو من جمهورية السنغال. أما بالنسبة للفائزة في المستوى الأول من الإناث فالأخت غنى أنس قعاونة من المملكة الأردنية الهاشمية. أما بالنسبة للفائزون في المستوى الثاني، فالفائز من الذكور في المستوى الثاني وحصل على جائزة مقدارها 200 دينار، الأخ مالك جمال الجمال من المملكة الأردنية الهاشمية عن فئة الذكور. أما بالنسبة للفائزة من الإناث بمبلغ 200 دينار، الأخت أفنان محمد أبو موسى من المملكة الأردنية الهاشمية. أما بالنسبة للفائزون في المستوى الثالث، فالفائز في الجائزة وقيمتها 300 دينار من الذكور، الأخ خضر رشاد المصري من المملكة الأردنية الهاشمية. أما من الإناث ففازت معنا الأخت أمامة محمد الجرود من سوريا. وهذا هو محصلة هذا العام من مسابقة السيد علي القرم وابنته الثالثة رحمهم الله لحفظ القرآن الكريم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في العام القادم وفي النسخة الرابعة من مسابقة السيد علي القرم وابنته رحمهم الله لحفظ القرآن الكريم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.